لغز آخر. عدد مكون من رقم، وهذا العدد يا جودي عند كتابته يكتب في اتجاه مخالف لاتجاه العدد 6. فما هو العدد؟ تفضلي يا ملك يا نورين. احسنتي، عدد 2 اتجاهه عكس اتجاه العدد 6. احسنتي يا نورين، العدد 2. نكتب 2، نكتبها صح يا سنة أولى. مع بعض لعبة العد من 0 لـ10، وكلما زاد العدد كلما ارتفعنا بالإيه؟ بالصوت. أحسنتم. نبدأ يلا. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أحسنتم يا سنة أولى، أحسنتم. نبدأ بقى العد التنازلي من الايه، من 10 لغاية 0، برضو بلعبة الأصوات. نبدأ مع بعض. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. أحسنتوا يا سنة أولى. نبدأ مع بعض اللعبة، وزي ما اتعلمنا الارقام الجديده او الاعداد اللي لسه اخدناها النهارده فقط هي اللي هنقفز فيها. وهنقفز في العدد كام؟ 11 و12 و13. نبدا اللعبه يلا. 13. اتفضلي اقعدوا. مين تقول لي ايه الاعداد الجديده اللي اتعلمناها النهارده؟ اتفضلي يا مريومه. مريم اي، ايه الاعداد الجديده اللي اتعلمناها؟ 11 13. احسنتي. 11 12 13. اسمع سنقول كلهم مع بعض. 11 12 13. فعلا اتعلمنا 11 12 13. مين تعرف تكتب لي 11 يا سنة أولى؟ تعالي يا لما اكتبي لي العدد 11. يلا يا لما، أهو القلم يا لما، اكتبي لي العدد 11 يلا. أحسنتي يا لما، أحسنتي. اتفضلي اقعدي. العدد 12 مين اللي هيكتبه لي؟ تعالي يا ملك اكتبي لي العدد 12. يلا يا شطور. اتفضلي اقعدي. العدد 13. تعالي يا نورسين. 13 جنب صحابك هنا يلا. احسنتي يا نورسين، اتفضلي اقعدي. احسنتم يا سنة أولى. بطاقات حرف الراء. بر. ننطق يا فريدة صوت الحرف عندك ايه في كلمة بر؟ جو. صوت حرف الراء هنا ايه؟ احسنتي. بر جو. الراء هنا ايه يا سنة أولى؟ سكون. يلا يا مريومة. در سو. در سو. حرف الراء هنا عليه سكون. سكون. در سو. اتفضلي يا فيروز. وردة. الراء عليها سكون. احسن. برضو صاحبتنا الجميلة في نورين، ها الراء عليها ايه؟ ور. ور عليها سكون. وردة. يلا يا ملوكة. كورة. كورة. الراء عليها كورة. ر فتحة. احسن. اتفضلي اقعدي. مين تاني معاه حرف الراء؟ جميله يا سلمى. زرافة. فتحه. الراء عليها ايه؟ فتحه. فتحه. ها فارس. الراء عليها فتحه. احسن يا ليندا. مين تاني معاها راء؟ صحابنا
الحمراء اللي هناك معاهم امراه. يلا يا هنا. رمان الراء عليها ايه؟ عليها ضمه، عليها ضمه. يلا مين معاها راء تاني؟ وردة الراء عليها سكون. احسن. كورة الراء عليها فتحة. زهرة الراء عليها زهر. ر ر فتحة. ها معاكي ايه؟ خلاص كده الراء خلصناها.